باش يصور او باش يسجل داخل المجالس. نحاول معناها انا مثلا ما عادش عندي حق نحل تليفون ونسجل ولا كوا كوا. دونك ما يسجل كان الاعلام الرسمي. وحتى الاعلام الرسمي نعيطوا له وما نعيطوش. تو كيما احنا الان في منزل بورقيبه ما عندناش عندنا كان اكسجين نفام شوف تحضر شوف ما تحضرش. باغ اكزومبل باش نحكيو على سيتان ديتاي باش نحكيو على من بعد معناها ما سميناه الثوره تمتعنا بحريات وجاو انتخابات والى اخره. لا سي ان ديتاي. ثم حاجه اخرى زاده كي تري امبورتون يقول لي الناس الكل معناها حاسين بها ويلزمنا نحكي بها افون سونس هي القانون نتاع الانتخابات. صراحه قانون ظالم وجائر. القانون هذايا الانتخابات على القائمات عندنا شفنا وين وصلنا. عندنا شفنا المجالس البلديه كيفاش معموله، شفنا مجلس نواب الشعب كيفاش معمول، يعني براتيكمون هي تكون قوة ضاربة، اي دوكو عندك فلوس وعندك جاه والى اخره، يا ممحو نهائيا. مو جو بونس انه من الاشياء اللي حاليا قاعدة معناها تعب الناس، جو دي با عامة الشعب، خاطر عامة الشعب مشكلته مكانته قراية ولادو أمور كيما هكا. الناس اللي سوا ديزون انتليكتوال اللي قاعدين نخمو يلزمنا نلقاو طريقة باش نرغم من جديد على مجلس نواب الشعب على الحكومات اللي جايين خاطر حول الله مازلنا في السابعة والثامنة والعاشرة وسان بابا ساغيتي. يلزمنا نبدلوا على الأقل ما يمكن تغييره في قانون الانتخابات قبل ما نخدموا 2019 باش نعاودوا نتيحوا في نفس الإشكال. وكان تشوفوا تو الناس تحكي على باش نرجعوا لو فوت اوتيل اللي تعدينا به قبل باش نعمل ان اكيليبر. كومون كريي سيت اكيليبر؟ سي ا نو ريالمون دو بونسي ا سا و سي ا نو باش نضحكوا من جديد باش الامور هذه تتغير. سينو رانا ماشيين بصراحه كي سي قلت لنا ماشيين يعني فيها تفاؤل. تفاؤل انا جو بونس احنا ماشيين حاجه